ورجعنا لكم بعد الفاصل، وهنتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا في الفقرة التانية. العلم كلمة السر في نهضة الشعوب، فكلما زاد المجتمع والاهتمام بالعلم والتعليم كلما زاد تقدمه ورقيه وازدهاره. وقد حثت الأديان السماوية كلها على طلب العلم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب العلم، وأول كلمة ذكرت في القرآن الكريم كانت اقرأ. خليني أقول إن التعليم بدايته في الطفل لازم نكون مهتمين بها جدا. كل أم بتسعى إن تشوف ابنها أجمل حاجة وأحسن حاجة في الدنيا. أنا لو أسست ابني صح هيكمل بقية مراحله التعليمية كلها باجتياز وتفوق. أنا دايما بقول على الطفل ده زي المبنى أو العمارة، لو حطيت الأساس مظبوط هكمل بقية مراحله كلها مظبوط، مراحله العلمية. يعني أنا لما أروح لحد متخصص وفاهم ودارس وآخد كورسات ومتخصص في المادة المنهجية اللي عايزة أدرس ابني وأفهمه كل محتوياتها، كل ما أنا هكون واقفة على أرض صلبة فيما بعد إن ابني هيكون متأسس صح واخد المعلومة بدون أي تشويه ودون أي مخالطات. خليني أقول إن معظم الأمهات بتتضايق جدا من إن ابنها بيضايقها في مادة اللغة الإنجليزية، إن هو مش قادر يحصل فيها كويس أو مش قادر يحفظ الوردس أو الكلمات اللي باللغة الإنجليزية. بتبقى السيشن بتاعت الإنجليش بتبقى بالنسبة له تقيلة عليه، سواء في المدرسة أو في الكورس أو أي حاجة. طيب إحنا نعالج ده إزاي؟ إحنا عايزين نحبب الطفل في مادة اللغة الإنجليزية. أسهل وأبسط إزاي؟ لما يجيلي البيت أشوفه مبسوط إزاي من الكورس اللي كان فيه. أنا عايزة مادة اللغة الإنجليزية تكون سهلة وبسيطة على الطفل، ما يبقاش فيها أي كومبليكس تعقيد. طب أتعامل إزاي؟ أوجهه إزاي؟ أول شيء الأم لازم تهتم بيه إن هي بتتعامل مع متخصصة في اللغة الإنجليزية، تكون واخدة كورسات معتمدة واخدة كورسات في اللغة وتأهيلية إن هي تقدر تتعامل مع الطفل بشكل صحيح وتقدر إن هي تعطيله المحتوى العلمي سليم. كتير من الناس اللي طالعة للأسف ما عندهمش كم المعلومات الصحيح اللي تقدر تديه للطفل، وبالتالي الطفل بيتأسس خطأ وبيطلع بعد كده المشكلة دي بتظهر معاه بقى لو اتعامل أو سافر بره أو مسك شغل مثلا. اللغة الإنجليزية دلوقتي هي الأساس، هي الأساس في أي شغل لو بتقدم، هي الأساس لو أنت قاعد على اللابتوب أو قاعد على الكمبيوتر أو قاعد على ماسك الموبايل بتاعك، لازم يكون عندي حصيلة لغوية في اللغة الإنجليزية. طب أنا عشان أأسس ابني صح في اللغة الإنجليزية أتوجه إزاي؟ بتوجه المتخصص في اللغة الإنجليزية. طيب أنا عندي مشكلة كبيرة جدا الأطفال بتقابلها، وهي حفظ الكلمات. يا مامي الكلمات تقيلة عليا، أنا مش قادر أحفظها. يا حبيبي لازم تحفظ، ده منهج وأنت ملتزم بيه. يا حبيبي يلا ذاكر يلا احفظ. فطبعا الإنجليش الجوانب فيه كتير، في جرامر، في الديالوجز، في الفريزز، في حاجات كتير جدا في اللغة الإنجليزية لازم أكون مخلية طفلي يكون مدرك الحاجات دي ودارسها صح، والمتخصص اللي معاه اديها له بشكل سليم عشان يقدر يستوعبها صح ويكمل على اللي جاي. خليني النهارده اقدم ضيفتي الدكتوره اسماء خلف، متخصصه في اللغه الانجليزيه بتتعامل مع الاطفال بالطرق الحديثه. اهلا بيكي استاذه اسماء النهارده معايا. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور وكل والساده المشاهدين، وكل عام وكل الامه بخير، وانا سعيده جدا مع حضرتك النهارده، ويا رب اكون ضيفه خفيفه على الساده المشاهدين. احنا اسعد بيكي اكيد. عايزين نعرف منك شويه حاجات كل ام بتتفرج علينا تقدر تستفاد بيها، واولها طبعا انت شايفه من منظورك العلم اختلف ايه عن زمان؟ طريقه تدريس اللغه الانجليزيه اختلفت ايه عن زمان؟ طبعا طريقه التدريس اختلفت تماما بكل المقاييس، بحيث الطريقه والاسلوب وطريقه القراءه والاهتمام بكل جوانب وتفاصيل اللغة ومحاورها كلها، بداية من نطق الطفل في كيجي، ازاي اقدر انطق الحروف الليتر، وازاي اعرفه على كل لتر الاسم النيمز بتاع اللتر، وبعد ما يعرف الساوند الخاص بكل لتر. بحيث طب نترجم بقى عشان الناس اللي بتشوفنا دلوقتي المفردات، يعني كل حرف من حروف اللغه الانجليزيه ليه اسم، زي مثلا الاي
النينز بتاعه اسمه ايه، لكن الساوند بتاعه اللي هو صوت الحرف. مم. فبنقدر ان انا من خلال ذلك ان انا اعرفه كل الاصوات الخاصه بالليترز، وبالتالي يقدر بعد كده ان هو يعرف اي كلمه ويقدر يقراها بكل بساطه ومفيش اي معاناه فيها. تمام، ده خاص بمنهج ايه بقى؟ ده خاص بمنهج الجولي فونكس. جولي فونكس وده الطريقه اللي انا بقى بستخدمها وبتعامل بيها مع الاطفال اللي معايا. ايه اللي بيميز طريقه الجولي فونكس عن بقيه الطرق التقليديه؟ طبعا الطرق التقليديه دي من زمان جدا ما بتجيبش اي نتيجه معايا الاطفال. الطرق دلوقتي اختلفت تماما، ودي نفس الطريقه اللي انا بشتغل بيها الجولي فونكس، لان دي الطريقه حديثه جدا بتساعد الطفل ان هو ينطق كويس الليدرز، وازاي ان هو ينطق الساوند بتاع كل حرف ويبقى تمام جدا، ومن خلال ذلك نعرف نقرا كل كلمه من خلال الساوند بتاع كل حرف في ايه. يعني الطفل لو عرف الساوند الصوت بتاع كل ليترز كل حرف بيقدر كل بعد كده ان هو يقرا الوورد قدامه. ايوه، لان احنا بندخل بكذا طريقه وكذا اسلوب ان احنا بندعم الساوند بتاع كل ليترز كل حرف، ومن خلال سونجز اغنيه او اي حركه زي مثلا حرف الاي، مع كلنا عارفين ان هو النيمز بتاعه اسمه اي لكن الساوند بتاعه اسمه ا، وبنمثل ده بموشن معين بحيث ان ليدر اي كان في نمله ماشيه على دراعك وبتقرصك، فبنقدر نقول له ا ا ا، ومن خلال ذلك بيعرف الساوند بتاع كل حرف، وبنتعامل مع كل الحروف وكل الليتر بنفس الطريقه. فبالتالي ان هو يعرف ينطق اي كلمه بسيطه من 3 حروف او اكتر، وبنقدر بعد كده نوعي الامهات ازاي يتعاملوا مع بعض، ازاي يتعاملوا فيها مع كل الليدرز مع كل الكيدز، ويشتغلوا فيها مع الكيدز في البيت. طيب خليني اقول لك، انت واخده كورسات في التخاطب وتعديل السلوك، فادك ازاي في تدريسك للاطفال اللغه الانجليزيه؟ ايوه طبعا فادني جدا، لان هو بيمهيئ لي، انا ببقى مهيئه تماما ان انا اقدر ازاي اتعامل مع الطفل اللي جاي الجديد، لان في اطفال بتبقى جايه بضغط من الامهات وبيبقوا جايين مش حابين اللغه اساسا من خلال بسبب الطريقه التقليديه اللي كانوا بيتعاملوا بها المدرسين. فطبعا حصل له عقد كتير او مش في تواصل اساسا ومش مركز. فانا باستخدام الجولي فونكس ان انا بقدر وباستخدام طريقتي معاه بدراسته بالتخاطب ان انا اقدر اخليه يحبني الاول كتيتشر، بحيث ان انا يبقى معايا في السكشن متواصل معايا جدا وحاببني، فبالتالي اقدر ادخل اي ليترز واي ساوند واي فكره انا حباها يقدر يستقبلها بسهوله جدا وبدون اي معاناه. ايه اللي بتقدري تعمليه في السيشنز بتاعتك بتكون مختلفه عن اي سيشن عاديه؟ في ابلكيشنز مثلا او في اي حاجه بتلزميه بيها ان هو يبقى اكتف معاكي متفاعل معاكي؟ ايوه في كتير طبعا، في كذا طريقه، وذلك من خلال الالعاب طبعا، لان هي دي اسهل طريقه. اللي الطرق الحديثه بقى الطرق الحديثه طبعا، ان هي بتدخلي كل طفل له طريقه معينه. في اطفال دايما، بس دايما الطريقه الاكتر ان هي بتبقى خاصه بالالعاب، وندخله مع الحركه والسونجز طبعا. ان احنا بندعم كل ده، ففي كذا طريقه. فهو يعني انا بعلمه من خلال السونجز اللي هي الاغاني، وبيعرف كل ده، وبالتالي بيتفاعل معاه وبيبقى حابب اصلا كل ده، لان بنتفاعل مع بعض كمان، وبندى على كل حرف بعض الورد، وبيبقى في كل وورد ليه بنمثلها بموشن معين، وبيبقى تمام في داخل السكشن وبيبقى تمام. طيب خليني اقول لك، لو في طفل معترض او بيضايق مامته او بيعاند ان هو مش عايز يحفظ مش عايز يعمل هوم ورك، نقدر يعني انت تقدري توجهي الام في التعامل ازاي؟ نقدر نوجهها ببعض التعليمات طبعا اللي احنا بنستخدمها في السكشن وكده، ان هي تقدر تغير طريقتها الموجوده في البيت، ما بتبقاش بنفس الطريقه التقليديه اكتب الكلمه وانزل بها 20 مره مش عارف ايه. دي بقى اللي هي طريقه الكتاب زي ما بيقولوا عليها زمان، ان الطفل ممكن ينزل بالكلمه كذا مره وطبعا عشان يقدر يحفظها، وطبعا للاسف الطفل بيكون حافظ الكلمه دي في ذهنه لحد مثلا وقت التست وبس. ايوه، اول ما بيجي خلاص عنده اختبار وخلص خلاص الاختبار بيطلع الكلام متبخر بقى، خلاص بقى مش بيقدر ان هو يحتفظ بيه في ذاكرته اكتر وقت. أيوة ممكن الطريقه اللي حضرتك بتكلمينا عنها النهارده دي بتساعد على تثبيت المعلومه في ذهن الطفل. ايوه طبعا، لانها بتختلف تماما عن الطريقه الثانيه، بياخده كبراكتس بقى او كسونجز، بيبراكتس وبيمارسها ممارسه وبيتفاعل مع الام في البيت، اللي يعني مثلا بنشاور على بنتعايش وبنعمله مع بعض كونفرزيشن في المنزل، في السيشن ولا في المنزل، ان هو ده نصايح للام في البيت. أيوة، ان هي تقدر تتفاعل بحيث ان هو يحب كمان ان هو يكتب الهوم ورك في البيت، وان هو ما يبقاش متضايق او مخنوق من حاجه.
بنشتغل انا والام، غير ان في تطبيقات وحاجات تانية الام بتشتغل معاها برضو في البيت. طيب بتشتغلي مع الطفل بتديله اكسبريشنز، تعبيرات مثلا يستخدمها في البيت ايوه تمام. زي بليز مامي، ثانك يو، الحاجات دي كلها الطفل ممكن يقدر يمارسها من سن كام سنة؟ يعني اقدر مثلا اقول له يلا حبيبي قول معايا الميس اداتهولك، او قول معايا اللي انت اخدته في المدرسة، اقدر ايوه اخليه تمام. يتعامل بده ازاي يعني ممكن معايا؟ من 5 سنين 6 سنين، تمام. ان احنا هو من خلال الممارسه طبعا انه يقدر يتكلم في كل حاجه، وعلى حسب برضو استيعاب الطفل، كل طفل بيستوعب وبيتكلم، بس الممارسه طبعا اهم حاجه في اللغه، لان مهما ناخد اللي احنا عاوزينه في اللغه بس ما بنمارس ومبقاش في اكسبريشن وحاجات وكونفرزيشن مع الامهات في البيوت، كل حاجه بتتنسي. لكن الطريقه الحديثه ديت بتسهل الطريقة، بتسهل ان هو يقدر يفهم ويستوعب كويس، وما بينساش خالص عن الطريقة التقليدية، لان الطريقة التقليدية بتنسيه دايما، لان هو بيحفظ مش بيبقى فاهم اي حاجة فيها. احنا من خلال فقرتنا النهاردة بننوه ان الاستاذة اسماء طبعا ارقامها على الشاشة، استاذة اسماء بتتواصل مع الطفل بشكل واساليب حديثة وشكل مختلف عن الطرق التقليدية اللي كانت متواجدة زمان في تعليم اللغة الانجليزية. استاذة اسماء بتعلم الاطفال من خلال الجولي فونكس، بتعلم الاطفال اونلاين، بتدي كورسز للاطفال اللي عاوزين يتأسسوا في الانجليش بطريقة سهلة وبسيطة. وهي النهاردة معانا فادتنا كمان ان لازم الام تكون مستوعبة ابنها بيحب ايه، بيعمل ايه، ازاي تتعامل معاه، لان فهمك لابنك ده مهم جدا وبداية مهمة جدا جدا معانا. طيب بنستعرض مع بعض الصور استاذه اسماء في بعض السيشنز اللي بتكون فيها حضور، وان شاء الله برضو الناس اللي حابه تتواصل مع الاستاذه اسماء اونلاين في كورسات اونلاين تاهيليه للاطفال باسعار مخفضه جدا جدا في متناول الجميع ان شاء الله. وخلينا نختم لقائنا مع استاذه اسماء، بشكرك، بشكرك جدا معانا بشكر السادة النهارده، المشاهدين، واتمنى نكون فدناكم و حصلتوا معانا على بعض المعلومات الخاصة بتربية الأطفال سواء في الشق الأول من برنامجنا في فقرتنا الأولى كنا بنتكلم عن التخاطب وتنمية المهارات وتعديل السلوك، وفقرتنا الثانية اتكلمنا عن اللغة الإنجليزية وأفضل طريقة أقدر أتعامل بيها مع ابني وأقدر أوجهه المتخصص في اللغة الإنجليزية يكون دارس وفاهم وعارف هو بيدي إيه. هنهي لقائي معاكم النهارده بوجه دعوه مباركه لصديقتي الاستاذه ايه فوزي مصباح على حفل زفافها النهارده، بتمنى لك حياه زوجيه سعيده، وبتمنى لك يعني ذريه صالحه ان شاء الله ربنا يكرمك بيها، وبتمنى الخير لكل الامه الاسلاميه، اتمنى اكون مذيعه خفيفه على قلبكم وفدتكم النهارده بمعلوماتي وفقراتي مع ضيوفي. شكرا لكم والى اللقاء.